على المسخرة. خلاص ما بدي صور شيء. هتشوفوا أسرار الميكس. أحسن ما يكون كيف كانت وكيف صارت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم حنحكي بالفيديو عن شغلة كتير طلبتوها مني وكتير علقتوا لي، أنه يا أخي أنت شايف لي على الشاشة شو عم يصير، عم تنقل ألوان وترتيب ونحن مانا شايفين شيء، قاعدين بس عم نشوف حضرتك على المسخرة. خلاص ما بدي صور شيء. فأنا لبيتكم ومعكم حق، فأنا عملت لكم هذا الفيديو إن شاء الله لساويته بفيديو كيف تصنع أكابيل احترافية من الداخل، وحتشوفوا كل شيء إن شاء الله، وحتشوفوا أسرار الميكس. بس قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا اشتراك بقناتنا وتفعلوا زر الجرس وتنادوا رفقاتكم وقولوا لهم تعالوا شوفوا قناة قلم، رح ينبسطوا كتير فيها ويوزعوا شوكولاتة ويطعمونا. يلا بسم الله خلينا نبلش. السلام عليكم. هلا مثل ما اتفقنا رح نعمل ميكس بسيط جدا، وان شاء الله رح تلاقوه سهل، رح بسط الشرح بشكل كتير كتير كبير ان شاء الله. هو ميكس لقطعه اكابيل اللي انا مساويه بحلقه كيف تصنع اكابيل الاحترافيه، رح تلاقوا الرابط رح يطلع لكم فوق هلا ان شاء الله. اذا متذكرين وقت قلت لكم انا على الترتيب كيف بده يكون مرتب مشروع والالوان وكل شيء حلو بده يكون فيه مشان اقدر مكسج بشكل صح، يعني يكون عندي نفس مثل ما بيقولوا، يعني لاقدر مكسج، يعني بصير بعرف انه لا هذا عالي، الاكابيلا هون عاليه، هي الخامه عاليه، هي بدي اوطيها، هي جعبالي اخذها على الليفت اكثر، هي جعبالي اخذها على الرايت اكثر. كلياته هذا صراحه بالتلوين كثير كثير بيسهل الامور علينا ان شاء الله. هاي مثل ما شايفين منظر بيم 8، يعني بيذكرني هذا الشيء بكتب الانجليزي ما قبل التلوين، يعني بتطلع او كتب الجغرافيا القديمه، يعني طلع هيك من فوق لتحت كله اسود وابيض، ويعني حتى الصوره مثلا بيقول لك انظر الى هذا الكوكب، بيكون هو عبارة عن يعني صورة سوداء، ما بتعرف، يعني ما بتعرف مين هذا الكوكب، ما بتعرف شي عنه، ما بتقدر تفهم شو هو. فهون كمان نفس الشيء، يعني شايفين المنظر جدا مرعب وما لي فهمان شو هاد التسمية. طبعا انا بالاصل مسميهم هيك مشان اقدر مكسج، يعني او حتى ينحفظوا التركات بهذا الاسم بشكل صحيح. هلا اول شيء بسم الله، مثلا انا بدي اعرف انه شو في عندي بهذا المشروع. عندي باد وبيز والأكابيلا، هذا الليد اللي كان عم بالجواب عم يحكي، والتاني الأكابيلا يعني الخامات التانية. طيب خليني أنا أعمل فولدرات. الفولدر الأول رح سميه باد. هلأ حسب كل مشروع، هو صراحة أحيانا في مشاريع بدك تحط لها، بدك تقسمها كتير فولدرات كتير، لأنه بيكون فيها آلات، بيكون فيها بيركشنز، فيها درامز، فيها كمانجات، في كتير آلات. أما بهذا المشروع هو بسيط جدا، ما فيها الشيء، فأنا بسحبهم هدول على الباد بحيث أقدر لما ينضبوا خلص عارفان شو في جواته هذا الفولدر. وكمان عنا كمان هدول لازم كلياتهم نسحبهم كلياتهم هيك لجوات الفولدر. وهذا أنا بسميه حسب التسمية بترجع لكل شخص، أكا يعني أكابيلا، وبضبهم. تمام بحفظ، اهم شيء بقصة الميكس يعني تضل عم تحفظ اذا كنت تماما عارفان انه يعني الامور صحيحه عم تساويها. تمام هلا خلصنا؟ لا طبعا ما خلصنا. هلا بنفتح هدول مثلا بدي لونهم انا بلون اعرف انه هدول تابعين للآلات البشريه فقط، يعني ما تابعين لاي شيء تاني، ميدي كانوا بالاصل. وهي خلينا نحطهم مثلا هيك ميوزك لونهم. هلا البيز لحاله هذا شيء تاني، بدي اعمله جروب لحاله هلا، بتشوفوا بعدين كيف قصدي. ها اوكي تمام، خليني اكبرهم بس شوي لقدر. تمام حلو. طيب هاي انا بشكل عام يعني دائما سولو غالبا بيكون احمر، والله يعني حسب، هاي الالوان كلها شغله صراحه ذوقيه، انت حسب شو متعود وانت شو بتحب تقدر تاسس مشروعك او يعني تعمل هويتك المناسبه لك. هلا هدول عندي ثلاث اعمال يعني او ثلاث خامات فينا نقول. فانا بساوي هيك، اول واحدة اكابيلا 1، اكابيلا 2، وهي اكابيلا 3. هذا كلياته كمان بخليه على الاكابيلا 1. حلو كتير، هاي اول خطوة. شوف شلون صار المشروع بلش يترتب، يعني فهمان انا شو عم يصير بالاصل. فهلا انا رتبت بشكل مبدئي، خليني اسمع هلا شو، بدون اي ميكس، بدون اي توزيع ليفت ورايت ولا شيء. Oh
كنت عم سمعكم فقط التسجيل اللي سجلته انا يعني. بس خليني كنت عامل جروب لانه انا حطه على الستيريو اوت كمان. هلا بنسمعهم كلياتهم. لاحظتوا بدون ميكس كيف ممكن يكون الصوت؟ يعني الصوت جدا اذا ما كان له ميكس صراحه كتير بيكون مزعج، يعني في نويز عم يطلع، يعني في ضرب بالصوت احيانا عم يطلع كمان. هلا انا بعد ما خلصت الفولدرات انا كبشير كمان بعمل جروبس دغري. مثلا انا عندي بشوف شو في عندي تفصيلات، عندي الباد والبيز والسولو والاكابيلا، عندي اربع شغلات يعني اربع تقسيمات. فانا بساوي هون لحاله دغري اربع جروبات. هلا بقول لكم شو الجروبات هي. هاي بسميها باد، سوري باد اي بيز سولو اكا. تمام. كمان ما ننسى نلونهم بنفس الالوان اللي نحن فوق حاطينا. والله لوحة فنية. تمام بسم الله. وهي أكابيلا حلو كتير، هاي مشان تفصل خليها صفرة. تمام. هلأ هدول الجروبات أنا مثلا بقول للآهات البشرية والباد أنا روحوا لي على هذا الجروب، وهون أنا بصير بتحكم بالعلاوة تبعهم كجروب كامل شو هنين، بحط لهم ريفيرب لقينهم كلياتهم سوا. إذا بدي أعملهم إفكت هيك يعني بقدر ألعب فيه هون كلياتهم بهذا الجروب. كتير بخفف من المشروع، بيعطي يعني ستيريو إيماج أحلى كتير، خصوصا إنه ريفيرب بصير ستيريو يعني ما بيكون مونو. فلح أخذ هدول ثلاثة قلن على روحوا على الباد هلأ، والبيز كمان بقول له هدول كلياتهم. انا عم طبعا هلا قصة الكيوبيز انه كيف عم مساوي هيك كذا، هي كلياتها يعني امور تعليمية تانية صراحة. هي اكابيلا. تمام. اكتر شيء مهم بقصة الميكس هو البالانس. البالانس كتير لازم تعطيه من وقتك. البالانس هو توازن الاصوات مع بعض، هل البيز عالي ولا واطي، الاهات عالية ولا واطية، الباد كيف عم يعطي، السولو هذا عالي كتير ولا واطي. هي كلها بتلعب يعني اهم شيء لازم تعطيه من وقتك هو البالانس للميكس صراحه. نسمع، خلينا نسمع مره تانية. تمام. هلا خليني اسمع الاهات لحالهم واحده واحده. تمام. هاي خليني اسميها عشان اعرف هاي شو كانت. تمام. اهات. وهذا باد عادي بتوقع. تمام. هلا رح اجيب هاي لهون. خليني اسمع. بحط لها انا اول شيء ايكولايزر. ايكولايزر هو هاد اي بي اي اللي بستخدمه من الويفز، هدول موجودين يعني الحي البرنامج توقع يمكن يشتغل، بس انا بشتغل على كيوبيز يعني بلاكينز خارجيه بيجو. فانا بدي احدد له يعني في ترددات اما ما بدي اياها من هذا الصوت عم يعطيني يعني. اسمعوا كيف يعني عم يعطيني ضوجه. فانا لا من هون مثلا احطهم باكينج فوكس. بسمع شو كيف صاروا. حلو. هلا مثلا انا البيز كتير حاسه عالي. تمام. مبدئيا انه اوكي مبدئيا. هلا بروح على الاهات كمان بحط لها اي بي اي ايكولايزر يعني لا مو مونو ستيريو بدي اياها.
تعال على هي الشاشة. كمان نفس الشيء بسمع. حلو. كمان مبدئيا ما لي حاسس في نويز كتير كتير او يعني ديستوشن بفريكوانسي معين يعني عم بتضايقني. الباد حسب المكاتب احيانا بيكون هو يعني معمل له ايكولايزر خالص، فعلى ما اذكر هي مكتبه هيك كانت. تمام. ما حاط لها هي اي بي اي خلص يعني ما عملها بالاصل قصدي. تمام. هلا بنجي للبيز، رح نسمع اول شيء بدون هي. حلو. البيز بده طبعا حط له مثلا بيز 1 بيز 2 اصلا نسمع كيف. شوف هون اللو فريكوانسي اذا عليتها كتير شوف شلون بيطلع، بصير بدوي البيز يعني مو صح. مبدئيا كمان اوكي. هلا خليني اسمع هدول لحالهم كلهم سوا وبلش اعمل لهم بلانس. هلا مثلا الاهات كتير عاليه، خليني بدون البيز خليه لحالهم. حلو. كمان مبدئيا كله هذا بشكل مبدئي، يعني الميكس هو مراحل، فهي رؤية مبدئية بس لبلش اسمع صح انا اعرف شو عم يصير. البيز هلا فوت البيز معون يعني الاسمع مين اعلى. تمام. البيز فينا نعلي من هون ووطي من هون، بس كمان انا بساوي من الجروب، هاي البالانس بساوي من الجروب لما يكون في شغلتين مختلفتين، اما هدول الباد مع بعض فبوطيها يا من هون او من هون، ما في فرق كتير يعني. طيب بسم الله. هلا خلينا نجي لهون على الشيء المسجل. يعني هلا الشيء المسجل بالعاده شوفوا اذا انا كبرتهم شوفوا متذكرين انا كم صرت سجلهم 4 مرات، كل واحد نفسه عيده 4 مرات تسجيل، ما عمله دوبليكيت. طبعا ليش هاد هاي القصة؟ لانه انا قد ما عدت لو عدت مليون مرة مستحيل اقدر ساوي نفسها بالضبط 100%. فانا لما تكون نفسها مثلا عاملها دوبليكيت رح تطلع 100% نفسها، فبصير تقريبا بس كأنه عم يعلى الصوت، يعني ما عم يعطيني روح انه في شيء جديد صار. فانا مشان هيك بسجل 4 مرات يعني، او بالكورال او اي شيء يعني. لما تسجل كذا مره اذا بدك شيء جماعي يعني بيختلف، يعني بتعطي كواليتي احلى بكتير، بتعطي واقعيه اكثر يعني. طبعا هلا هون خلينا نشوف قصه الليفت والرايت. هلا بدون ليفت ورايت تسمعون كيف، خليهم لحالهم بدون. ملاحظين شلون كلياتهم بالنص؟ فهو مزعج، انا ما عم افهم شو فيه يعني، مزعج للاذن هذا الشيء. فانا كمان هي القصه صراحه قصه الليفت والرايت
يعني طريقتها كيف بتكون حسب الشخص، هو شلون بمكسج، شلون هو الرؤية تبعه. فمثلا أنا خليني أجرب مثلا واحدة ليفت 100%، واحدة رايت، واحدة نص، مو نص 57، خليها هاي 51. ايه تمام. وكل واحدة هيك لحساوي لها، يعني كل أربعة لحساويهم بهالطريقة هاي. لا يا عمو تعالي لهون، الله يرضى عليكي. تمام حلو كتير. هلا خلينا نسمعهم شلون صاروا. هلا ما لما ما بتبار خلي كوانتايز. تمام لاحظتوا شو الفرق؟ لاحظتوا كيف صار عندي توزع ليفت رايت كتير ممتع؟ يعني أنا عم بسمع كذا شخص، عم بسمع كذا خامة، صارت أكتر بكتير من لما يكونوا كلياتهم سوا، فكل وحدة يعني بتضرب على الثانية وما عاد ينسمع بشكل مفهوم، يعني شو هي الخامة شو عم تساوي. حلو. هلأ هون بل ما أطوع عن حديثكم، يعني بس في شيء أنا عم بسمع صوت، حد الصوت بالميكس لازم نسمع وحدهم. اها سمعتها بالليفت. نشرب مثلا هاي، مو هاي، هاي طيب. اها هاي لاحظتوا هاي الامور كمان كتير ضروري تسمعوها. ها هلا كبرت انا، فقط كبرت منظر الويفة فبينت معي وينها. 128 تمام. أيوة هلا بنسمعه كلياتهم، نتأكد بهالقصص هاي. برافو حلو. خلينا نرجع الويفي طبيعية. بسم الله. هلا تمام كلياتهم اللون روحوا على كابيلا. تمام هلا بنبلش بقصة البالانس بشكل عام كلياتهم مع بعض كيف عم يكونوا. اول مره عم شوف فيديو يعني انا عارفان لسه لقدام شو بده يصير، انه بدي اضغط الصوت ولسه بدي يعني الريفيرب رح يعلي شوي وكذا، فهي ارقام نوعا ما تقريبيه للشيء بده يطلع باخر شيء، بس انا عارفان شو بدي اساوي، يعني مو عشوائيه هي بتكون الارقام. هلا طبعا هدول اوتوتيون انا بكون حاطط، هي كانت نهاوند السي شارب او دي بي مول. تمام فأنا حاط لها أوتوتيون. أوتوتيون صراحة بالأكابيلا أنا كتير بلاقيه ممتع، طبعا مو مثل السولو، السولو ما بخليه 20 أبدا، يعني كتير بيكون مزعج السولو إذا كان 20، أما بالأكابيلا بخليه 20، أنا هيك بحسها أنه حلوة يعني مريحة. فلح أنسخ هنا على كل التركات تانية، بعتذر استنوا لعملكم هيك. تمام هاي طريقة النسخ حلوة كتير بالكيوبيز، حرجع على مكانها. تمام بسم الله. هلأ متل ما قلنا، الله هلأ خلينا نسمع بالأوتوتيون كيف صارت كمان. حلو كتير. سمعني شو فرق الأوتوتيون، بيعطي استقرار للطبقة بشكل أكبر بكتير، يعني بيعطيها جمالية أكتر. هلأ مثلا نرفع لفوق. هلا الاكابيلا بشكل عام كلياتها هي كجروب كمان نفس الشيء، قصة الايكولايزر هدول كمان فوكس، وبعدين بحط لهم سي ال 3 ك
كومبريسر. تمام. هلا بسمعهم كيف مع الكومبريسر كيف صاروا. طبعا اللي ما بيعرف كومبريسر اسمعوا شلون الصوت رح يفتح، انا رح اطفيه وشغله هلا. لاحظتوا كيف؟ هلا كمان الاكيو لازم نسمع شلون بدونه. لاحظوا شو بيعطيه جمالية، بيعطيه الإكولايزر لما تبين ترددات بيعطي رنة حلوة كتير، بيعطي الخامة، بيعطي جمالية الخامة، والكومبريسر بيعمل ضغط للصوت فبيعطيه باور أكتر. هاي مصطلحات عم يحكيها، عم حاول تكون بسيطة يعني. ما هلأ هاي القصة لوكات أنه أنا مثلاً حسب العزل هي بترجع، انه انا مثلا في فريكوانسي مستحيل صوتي يكون عليها، موجود عليها، فبوقفها يعني. انا ما بدي اياها. ممكن يكون مثلا صوت الكمبيوتر، ممكن في اصوات انا ماني سمعانها بشكل كتير بس المايك لاقطها. فلاحظوا شلون لاحظين هون هاي المنطقة انا صوتي ما عم يشتغل فيها بشكل كبير. خلينا نبلش هيك مثلا، جرب الزاوية 80. حلو كتير. تمام. هلأ الباد، أنا الباد عامل أكيولايزر لك للوحدة. هلأ هون بحط الـ CL CL3 بيعطيها كمان نفس الشيء لصة الباور. حلو. هلا نسمع البيز، البيز كمان نفس الشيء. طبعا هي انا عم بحكي هذا ميكس مبدئي، في كتير بلوجينز ثانيه يعني كمان بتعطي كواليتي احلى. اللهم صل على النبي. هو والسولو هلا خلينا نسمع السولو هون. هذا السولو شو؟ تمام اوكي، اوتوتيون بس اي بي اي مو محطوط له، كيو لازر مو. سامحوني كل مره عم زيح بس عم يجي من الشاشه الثانيه. تمام بسمعها لحالها. تمام حلوة. هلا نجي لقصة تانية، هي قصة الريفيرب. الريفيرب كتير منكم بيسأل انه نحط كيف الريفيرب بيكون، يعني كيف ممكن يكون الريفيرب بيحلي الصوت اكتر، بيعطي جمالية، ما بيروح الكواليتي تبعه. هلا رح اعطيكم مثالين. مثال انا احط الريفيرب انسيرت على الاكابيلا، واحدة ثانية رح اعمل له سيند، ولا بنشوف فرق بيناتهم. خلينا على الروم ووركس الكل عنده اياه اذا نزل كيوبيز مثلا هيك. اسمعوا هذا الريفيرب، طبعا رح اعلي هلا اوفر بس لنفهم الفرق. حليه زيادة هلا بس لنفهم شلون. تمام. هلا هذا اسمه insert. هلا هون خليني احط انا FX channel، خليها كمان على room works. ما حاخد reverb تاني. خلي 30 هون اوكي. هذا خليني ارفعه لهون. قصة الترتيب يا جماعة ما يكون شغلكم عشوائي ابدا. هلا هون بالاكابيلا هون سينتس شايفينه، روح بقول له روح على الروم ووكس يعني على الريفيرب هو، ولح اسمع الفرق. هلا اطفي الانسيرت شلون كان. خليني بس هي لحالها. هلا مين فيكم لاحظ الفرق قبل ما بلش اشرح الفرق بيناتهم؟
إذا في منكم لاحظ الفرق بالسمع فقط يكتب لي هالشي بالتعليقات، لنبسط هيك حس إنه واو، يعني في آذان حلوة صاغية. رح أرجع أحط الريفيرب العادي. الفرق بيناتهم أنه الساند بيحافظ على ماهية الصوت، الريفيرب هون لما حط إنسيرت أنا فهذا الريفيرب لبس الصوت لبس، وبالتالي كأنه بتحسه عم يحكي من حمام صار أو يعني قاعة كبيرة. لاحظتوا؟ أما الساند فبيحافظ لي على الصوت كهو الباور تبعه كله، بس بيضيف عليه الريفيرب، ما بيلبسه لبس، فبيعطي جمالية أكتر ما يكون هذا لحاله. يعني هذا في كتير أشخاص مثلا بيحب أنه مثلا القرآن أو أي شيء بيحط له ريفيرب أوفر زيادة على اللزوم، فمزعج بيصير. لا خليه بيعطي كواليتي أحلى، خليه مثلا مثلا يعني مثلا خليها 3% هذا الميك، خليه حلو كتير. يعني مبدئيا انا حاسس الريفيرب حلو صار، يعني بعيد شوي الاكابيلا وبنفس الوقت في الامتداد حلو للصدى. هلا نسمع. تمام هلا كريفيرب اوكي تمام. هلا في شيء في ترددات مزعجه، هي بتجي من اي شيء يعني عادي، فبدي قيمها. خلينا نسمع. طبعا هون لما تسمعوا هيك شيء انتوا تمكزجوا وطوا صوت البفلات يعني المونيتور، لا سمح الله ما يصير لهم شيء. فرح اسمع على حالة الترددات الداخلية. ملاحظين هاي عم تدوي، هاي الترددات كتير عم تدوي زيادة بالأذن، فعم تعطي ديستوشن غليظ، عم تعطي فريكوانسي مزعجة للأذن، فأنا بوطيها أنه ما بدي إياها تعلى لهالدرجة. حلو، راح هذا النويز الغليظة اللي كانت عم تكون الفريكوانسي المزعجة. يعني هلا هون نفس الشيء كمان، نسمع الباد لحالهم. كمان مبدئيا منيح. هلا البيز كمان كان عم يدوي، عظيم كتير كتير في دوي بالبيز. تمام هلا خلينا نسمع سوا شلون صاروا.
حلو. هلا كمان الباد بدي اعمل لهم شويه ريفيرب، باخذهم على السند وممكن احط لهم هون كمان شويه ريفيرب، رشه ريفيرب. لا السند عالي كان. تمام حلو. هلا بيبقى لنا بالميكس البسيط هذا، هاي السول انا ما بدي اياها هيك ناشفه لهالدرجه ابدا، هي كتير كتير ناشفة هاي. أول شي بضغطها، بحط لها شوية ريفيرب. هلا بما أنه أنا بدي إياها من بعيد، بدي إياها بعيدة هاي. إيه سوري سوري عم بشتغل هون. ضغطتها تمام، حطيت لها سند، بدي إياها بعيدة. فممكن يكون أكتر الميكس يعني. هلا بسمع كيف. خليها بديها بعيدة، ما بديها قريبة. نرجع نسمع شوي. مرجع اعمل بالانس مرة تانية، عم اسمع في شي عالي في شي واطي لسه. هلا بشوف. عالية الاهات هون، هي كتير عالية. البيزة عالية لسه. شوي بدي ديلي للأكابيلا. ديلي هاي اسمعوا شلون. لاحظتوا ديلي في شيء يعني بيتكرر وهو متأخر شوي، فبيعطي جمالية. بلش يطقطق شوي الصوت عندكم لانه في منيح برامج مشان تسجيل والصوت اخذه من برنامج تاني. وكمان هي نفس الشيء، طلع هذا بينج بونج، عمو بينج بونج وديلي حلو شو اسمه كيوبيز. هي ما ننسى كمان هي لانه تسجيل صوت بشري. حلو سلقهات عم تزاول من انا. الام شوي عم تعطي نويز، مو نويز عم تعطي شوي دوي يعني. حلو
هلا صار نوعا ما الميكس حلو، عم اسمع صح، الريفيرب حلو، عاطي كواليتي، مالي حاسس في شيء اوفر فيه، البالانس حلو. هلا بدي اعلمكم بس شغله كنت نسيت اعلمكم اياها قبل شوي، اوتو تيون. انا متذكرين هذيك المره وقت قلت لكم سجلته نفسه انا تماما، بس عملتها جواب. فانا بشكل عام بدي اعمل جواب لشيء انا ما بقدر اجيبه مثلا وبدي اياه ضروري، فبعمل نفس الطبقه، وهون بالاوتو تيون بعملها ترانسبوز، بحطها 12، يعني برفع سكيل كامل. وهي حسب، هاي شغله ثانيه، يعني بتلعب شوي بالخامه بطريقه الصوت، اداء الصوت شو عم يكون. هلا رح اسمعكم كيف كانت وكيف صارت. خلينا هلا نسمع مع الميكس. فان شاء الله تكونوا عن جد استفدتوا، قدرتوا تفهموا كيف ممكن ماهية الميكس، شو يعني ميكس، وعلى شو بدي اعتمد، وشو الشغلات الأساسية بالميكس. ويعني ان شاء الله، واي سؤال ان شاء الله انا بقدر ساعدكم فيه، انا ان شاء الله موجود. علقولي على اليوتيوب، حكولي شو الشغلات اللي ناقصتكم، شو الشغلات اللي جعبالكم تتعلموها، لأقدر خطط وابني فيديوهات تعليمية جديدة إن شاء الله. وإذا كتير عجبكم الفيديو عن جد ما تنسوا تشاركوه مع رفقاتكم وتدعمونا على قلم تي في لنقدر نكمل. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا اشتراك في قناتنا قلم تي في على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس. ولهون تكون خلصت حلقتنا من كيفية ميكس أكابيلا بشكل احترافي وبنفس الوقت هو بشكل مبسط. وعن جد إذا عجبكم الفيديو واستفدتوا هالمرة، بدي اياكم تعلقولي بالتعليقات إذا استفدتوا من الفيديو، شو أكتر شي عجبكم، وإذا في شي لسه ما بين معكم كيف عم ساوي بشكل واضح 100% أو بشكل مبسط. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوا تعملوا اشتراك بقناتنا مرة تانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، وتفعلوا زر الجرس. كان معكم محمد بشير، اسطنبول، استوديو قلم.